مبادرة أخرى. هذه المبادرة تخص علاج الإدمان، لأن فيه اهتمام كبير أيضا من الدولة كبير في هذا الشأن تحديدا، وعلاج المدمنين للتعافي وكونهم يكونوا يعني أفراد صالحين في المجتمع وإعادة دمجهم مرة أخرى. لأن امبارح تم الإعلان عن أنه هيتم تقديم خدمات علاجية لأكثر من 14 ألف مريض خلال يناير اللي فات، منهم 3131 من أبناء المناطق العشوائية بديلة العشوائيات، أو المناطق المطورة عفوا بديلة العشوائيات. خلونا نعرف تفاصيل أكثر عن الخدمات دي من الأستاذ مدحت وهبة، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي. صباح الخير يا فندم. خير على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين الكرام. أهلا بحضرتك، صباح الخير يا فندم. ولو تقول لنا يعني أهم الخدمات العلاجية اللي بيتم تقديمها من خلال صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وإزاي بيتم التعامل مع الحالات اللي بيتم الإبلاغ عنها؟ خليني أوضح لحضراتكم، إحنا صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة معالي الوزيرة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق. إحنا الحقيقة إن الخدمات العلاجية اللي إحنا بنقدمها من خلال الخط الساخن اللي هو 16023، الخدمات العلاجية الحقيقة دي بتتنوع ما بين يعني خدمات المشورة، العلاج، التأهيل، الدمج المجتمعي، كلها طبعًا ليه بتصب في مصلحة مرضى الإدمان، لأن زي ما أنتم حضراتكم عارفين إحنا الحقيقة يعني يمكن مصر بتتميز من خلال مراكز العزيمة التابعة للصندوق ان احنا بنعالج وفقا للمعايير الدولية. العلاج عندنا الحقيقة ما بيقتصرش على بس سحب المخدر فقط، ولكن عندنا تأهيل اجتماعي نفسي، حتى كمان عندنا تمكين اقتصادي اللي احنا بنعلم المتعافين حرف يحتاجها سوق العمل. وده طبعا في اطار اعادة دمجهم في المجتمع. مش بس كده، كمان احنا اطلقنا مبادرة اسمها مبادرة بداية جديدة، والحقيقة هذه المبادرة بتتميز ان احنا بنتيح طبعا تمويل قروض للمتعافين لانشاء مشروعات صغيره، وده بالتعاون مع بنك مصر للاجتماعي. ويمكن الحقيقه في الاجتماع الاخير يمكن معالي الوزيره وجهت بتكثيف واستمرار طبعا تمويل مشروعات للمتعافين. فطبعا احنا بالنسبه اللي بيتم التعامل مع حالات المرضى، احنا من خلال الخط الساخن لصندوق مكافحه وعلاج الادمان اللي هو 16023، اي مريض عنده مشكله مع تعاطي المواد المخدره، بمجرد ما بيتصل بالخط الساخن في متخصصين بيردوا عليه وبيستفسروا منه عن بعض الحالات، واحنا بنأكد ان العلاج بيكون في سريه تامه، بمعنى ان احنا حتى ما بنطلبش بيانات شخصيه من المريض، ولكن كل اللي بنطلبه منه هو عباره عن ايه ماده التعاطي اللي هو الماده المخدره، فتره التعاطي، المحافظه المقيم فيها، بحيث ان احنا بنحوله لاقرب مركز علاجي متخصص لتقديم الخدمات العلاجيه. احنا عندنا 28 مركز علاجي في 17 محافظة حتى الآن. والحقيقة حصل تطور كبير في البنية التحتية وإنشاء مراكز علاجية جديدة. إحنا في 2014 كنا 12 مركز علاجي فقط وفي 7 محافظات. والحقيقة مع الحملات التوعوية اللي إحنا أطلقناها، وكان يعني النجم العالمي محمد صلاح الحقيقة اللي هو سفيرنا لدى الصندوق، الحملات دي زودت الإقبال على الخط الساخن للخدمات العلاجية 4 أضعاف، يعني 400%. فبالتالي يعني إحنا عندنا إحصائية بالزيادة اللي حصلت بشكل كبير دي، وعندنا إحصائية هي في أي المحافظات كان هناك راغبين في التواصل معاكم للعلاج، عندنا إحصائية بده علشان كمان نقدر إن إحنا نقدم الخدمة دي للمحافظات الأكثر احتياجا ليها. بالفعل إحنا زي ما بقول لحضرتك، إحنا عندنا 28 مركز علاجي على مستوى 17 محافظة حتى الآن. إحنا العام ده كمان مش بس كده، إحنا بنستهدف كمان إنشاء 5 مراكز علاجية جديدة، هيبقى منهم مركزين في قرى حياة كريمة. وإحنا الهدفنا إن يبقى في تعميم يعني كافة الخدمات العلاجية على مستوى كافة المحافظات، والحقيقة في اهتمام كبير من القيادة السياسية. مش بس كده، كمان إحنا عندنا مركز جاري لإعداد الافتتاح، والمركز ده هيبقى في إمبابة، والمركز ده الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، إن هيبقى في قسم خاص لتقديم العلاج لمرضى الإدمان من ذوي الهمم. ويمكن ده أول مركز زي ما أشرت لحضرتك على مستوى الشرق الأوسط. كمان إن هيبقى في أقسام متخصصة لعلاج الفتيات وعلاج الشباب، حتى كمان قسم للمراهقين، بجانب إن هيبقى في ورش لتدريب المتعافين على حرف يحتاجها سوق العمل. وده الحقيقة هذا المركز تم إنشاؤه بسواعد المتعافين، كل الأساس اللي معمول فيه بسواعد المتعافين. ويمكن دي مبادرة الحقيقة احنا أطلقناها من خلال مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، اسمها مبادرة بإيدينا. لأول مرة في العالم يتم إنشاء مراكز
لعلاج مرضى الإدمان بسواعد المتعافين. كل المراكز العلاجية اللي احنا بنستهدف افتتاحها هذا العام إن شاء الله، كل الأساس اللي فيها معمول بسواعد المتعافين من الإدمان. وده الحقيقة ضمن برنامج، ويمكن هذا البرنامج هو الأوحد من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، إن احنا عندنا من ضمن البرنامج العلاجي العلاج بالعمل، بمعنى إن خلال فترة إقامة مريض الإدمان داخل مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بيتم تدريبه على حرف يحتاجها سوق العمل، وده الحقيقة في إطار إعادة دمجه في المجتمع مرة أخرى. نعم، في الحقيقة يعني يا أستاذ مدحت احنا بنتكلم على دور تكاملي، يعني سواء كان بداية من دور حضراتكم في يعني إعادة تعافي هؤلاء المصابين أو هؤلاء المدمنين تحديدا، أو دور أيضا الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في منع هذه السموم من الدخول للبلد، ومؤخرا دور المتعافي في النهوض بي يعني أو علاج الآخرين تحديدا. إزاي بيتم بقى المتابعة والمشاورة مع المتصلين وإقناعهم بفكرة لو في حالات بتستلزم وجود أو دخولهم مستشفيات؟ يعني خليني أقول لحضرتك، احنا من ضمن الخدمات اللي احنا بنقدمها من خلال صندوق مكافحة علاج الإدمان المشورة. احنا كمان بنقدم للأسر كمان المشورة، حتى ان الأسرة لو لا قدر الله عندها ابن بيتعاطى مواد مخدرة ومش عارفة أو شكة، بمجرد ما بتتصل بالخط الساخن بيرد عليها متخصص وبيقول لها ايه أبرز العلامات اللي ممكن يكون الابن لا قدر الله يتعاطى والأسرة مش عارفة، زي مثلا تدهور في تحصيل الدراسي، زي مثلا ايه وجود حالات سرقة في المنزل، وجود تغيير في سمات وشخصية الابن داخل الأسرة، كلها علامات الحقيقة بتشير ودلالات بتقول ان الابن بيتعاطى. والحقيقة احنا خلال يعني من البيانات للمتقدمين من خلال الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وجدنا ان في نسبة كبيرة من المتقدمين للعلاج للأسف هم بيبقوا مقيمين مع الأسرة، والأسرة ما بتكتشفش ذلك ان ابنهم بيتعاطى إلا بعد الوقوع في دائرة الإدمان. فعشان كده حتى في الحملات التوعوية والأنشطة اللي احنا بنوعي شبابنا بأضرار تعاطي المخدرات، بنستهدف توعية الأسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي، وإزاي إن لو الأسرة عندها لا قدر الله ابن بيتعاطى مواد مخدرة تعرف من أبرز العلامات الدالة، وكمان كيفية التواصل مع الخط الساخن. احنا مش بس كده، يمكن احنا خلال فترة معرض الكتاب احنا متواجدين برضو لتوعية شبابنا داخل المعرض والأسر بأضرار وتعاطي المواد المخدرة، بنستهدف تصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب عن كون المخدرات بتساعد على تنشيط الذاكرة، يعني بتساعد على نسيان الهموم وغيرها من المعتقدات الخاطئة لدى الشباب. بنحاول نصحح المفاهيم المغلوطة وزيادة حاجز الرفض لديهم عن أضرار وتعاطي المواد المخدرة. حتى كمان الحقيقة يمكن معالي الوزيرة الدكتورة نبيل القباج خلال الأسابيع الماضية أطلقت الحقيقة برنامج الوقاية من المخدرات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، واللي هنبدأ الحقيقة ننفذه يعني مع بداية الفصل الدراسي الثاني، والهدف من ذلك هو توعية طبعا ولادنا وطلابنا في المدارس الإعدادي والثانوي بأضرار تعاطي المواد المخدرة. والحقيقة هذا البرنامج هيتم تنفيذه على أعلى مستوى من خلال كمان مكون توعوي وفيديوهات توعوية نقدر نخلي الطلاب تشارك في هذه يعني الأنشطة، بحيث نزود حاجز الرفض لديهم عن فكرة صحيح أضرار التدخين وتعاطي المواد المخدرة. طيب أستاذ مدحت، وحضرتك بتتكلم عن الوعي وإزاي الأهالي يكونوا واعيين لاكتشاف الحالات مبكرا، لأنه ده طبعا بيساعد في العلاج بسرعة يعني لأي حالة إدمان. هل الأعراض بتختلف من نوع مخدر لآخر؟ يعني هل رصدتوا أنه هناك شكوى ما من الأهالي مع اختلاف نوع المخدر؟ بالفعل طبعا كل طبعا يعني نوع من المخدر بيبقى له أعراض يعني مختلفة، ويمكن الأشد في الأعراض طبعا المخدرات التخلقية، ويمكن في الفترة الأخيرة لاحظنا بعض الحقيقة الجرائم المرتبطة ب يعني تعاطي المواد المخدرة، خاصة المواد التخلقية زي الشاب وزي البودو والأستروكس. والحقيقة هذه المخدرات طبعا يعني كمان في ارتباط وثيق ما بين متعاطي المواد التخلقية المواد المخدرة التخلقية وما بين يعني الميول إلى العنف وارتكاب الجرائم، ويمكن الفترة الأخيرة شهدنا بعض الحوادث زي حادثة الإسماعيلية وغيرها. فعشان كده الحقيقة احنا كمان بنستهدف في يعني حملات التوعية كمان بالتركيز على صحيح يعني الأضرار الناتجة عن المخدرات التخلقية، سواء طبعا في توعية شبابنا، سواء الحقيقة توعية
الفئات المختلفة من العمالة في بعض المصانع. بنستهدف طبعا ان احنا بنبقى متواجدين زي ما اشرت لحضرتك داخل معرض الكتاب. خلال فترة الصيف بنتواجد من خلال المتطوعين بتوعنا، لان احنا عندنا يعني حوالي 32 ألف متطوع من الشباب والفتيات. الحقيقة دولت ضمن رابطة متطوعي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان اللي بينفذوا كافة البرامج التوعوية للفئات المختلفة، سواء طبعا في المدارس حتى في الجامعات. احنا أنشأنا العديد من بيوت التطوع، ودي بمثابة مقرات دائمة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان. هدف هذه يعني بيوت التطوع ان بيتم تنفيذ يعني أنشطة توعوية مختلفة، والحقيقة بتتماشى مع المراحل العمرية المختلفة. في حقيقة يعني الأمر يعني ده دور مهم جدا، وفكرة وجودكم في الأماكن يعني هذه الأماكن المكتظة بالسكان يعني دي حاجة في غاية الأهمية، لأن دائما يعني بتكون الوقاية خير من العلاج. فمهم جدا اللي انتوا يعني تعرفوا الناس بخطورة المخدرات علشان يكون عندهم نوع من أنواع الوقاية حتى لا يندرجوا أو ينزلقوا في نفق العلاج. بنشكر حضرتك على أي حال المستشار مدحت وهبة، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.